جاهزة أم لا؟ أنا قادمة. لن تختبئي من والدتك أنا. أنا قادمة. أنت بارعة في الاختباء. العاشر من مارس. أين أنت؟ أنا؟ أنت هنا عزيزتي؟ عزيزتي، مرحبا مرحبا مرحبا، أيتها اللطيفة. العاشر من مارس. على خلفية جبال بلو ريدج، جايلاكس فيرجينيا، هي من نوع البلدات الهادئة الجنوبية حيث نادراً ما تقع المشاكل. لكن عندما ترد مكالمة مقلقة إلى مركز شرطة البلدة المؤلف من 20 عنصراً، تتم الاستجابة فوراً. كقوى إنفاذ قانون، الأدرينالين يرتفع، ولن أقول أن النظر يصبح محدوداً، لكن نركز على الوصول بأسرع وقت ممكن. بينما كنت أقترب من الشرفة، لاحظت أن صفيحة القفل كانت على الشرفة، وهي القطعة التي تقفل الباب. أني سكني؟ أليس سكني؟ أنا الرقيب هاينز، الشرطة. كنت أتجول لأتأكد من كل غرفة مع تقدمي. كانت نبضات القلب تتصاعد. رأيت الآنسة كني عند نهاية السرير، وكانت مغطاة جزئيا بغطاء السرير. تحققت من نبضها، لكن في الواقع لم أشعر به، فأعلمت المرسل أن يصلني بمحقق في الخدمة. 12:15 ظهرا. ماذا لدينا؟ الشرطي هاينز أعلمني أنه دخل المنزل من الباب الجانبي الذي كان مفتوحا، وأنه عثر على جثة امرأة في غرفة النوم الخلفية. لم نعلم إن كان انتحارا أو جريمة، لم نعلم شيئا حينها. كل ما هم متأكدون منه هو أن الضحية هي أليسا كيني، ابنة 28. مرحبا، ماذا يجري؟ بينما كنا نقف في الخارج، رأيت مايك آلي الذي أعرفه منذ سنوات، وهو من سكان الشارع. أهناك شيء؟ خطيبة ابني تعيش هنا. مايك، أخشى أنه لدي أخبار سيئة. قال: للأسف سأخبرك أنها توفيت، و كنت حزينا جدا. أول ما فكرت فيه هو أين الطفلة؟ فكرتي الأولى كانت أرجو الله أن تكون مع الحاضنة، أو أن تكون مع والدها، وألا تكون هنا. دخلنا المنزل من جديد، وبدأنا نتحقق من كل غرفة لنجد الطفلة. عدنا إلى غرفة النوم حيث كانت جثة المرأة. كانت هناك بطانية زرقاء على السرير. عندما رفعتها رأيت الطفلة، وكان واضحا أنها متوفية، وحينها أدركت أنها جريمة قتل مزدوجة. أعرف أنه جزء من العمل، لكن ما من شيء يمكنه أن يهيئك للمشهد الذي رأيناه. 12:20 ظهرا في جايلاكس، حيث الجميع يعرفون بعضهم البعض. رئيس الشرطة ريك كلارك والضحيتان تقابلوا من قبل. منذ سنة كان الرئيس يقرأ في صفحة على فيسبوك للجيران، ورأى نداء مساعدة.
كان الطقس باردا، ونشرت أليسا أن أنابيب المنزل مجمدة، لديها طفلة ولم يكن لديها الماء لتجهز لها الطعام، لذا أخذت لها الماء لتحضر الطعام للطفلة. لن يختفي مشهد الطفلة من ذهني ما حييت. بالنسبة إلى رئيس شرطة جاي لاكس، أصبح حل جريمة القتل المزدوجة أولوية. هناك طفلة في الجريمة، عرفت أنها ستكون قضية مهمة وأنها ستخيف الناس في البلدة. يجب أن نلقي القبض على المجرم، لا يمكن أن تبقى من دون حل. الواحدة ظهرا بعد حوالي 20 دقيقة، أثناء عمل محقق الجرائم لينهوا مسح المنزل كله، وصلت والدة أليسا. وصلت إلى هناك معتقدة أنني سأقل ابنتي وحفيدتي، وعندما اقتربت وركنت السيارة وخرجت منها وأنا أفكر ما الذي يحصل. أخشى أنه لدي أخبار سيئة. وقال سيدتي حصلت جريمة ولم أعد أرى بوضوح، لم أفهم ما قال، ما الذي تتحدث عنه؟ أثناء نشأتها كانت أليسا الصغرى بين 5 شقيقات متماسكات. كانت الأميرة، كانت الصغيرة، وهكذا عاملناها. كانت جميلة ورائعة، أحببتها كثيرا ومن أعماق قلبي. آلي كما كانت تناديها العائلة كانت مفعمة بالطاقة والشخصية، وكانت ودودة ولطيفة مع كل من تقابله. آلي كانت تتمتع بروح جميلة، وهذه كانت أفضل صفاتها. كانت آلي تجسيدا للحب، أحبت كل شيء من كل قلبها. عندما كانت أليسا في بداية العشرينيات، انفصالها عن شريكها دفعها للبحث عن تغيير. كان لدينا خال يعيش في فيرجينيا في جايلاكس، وتوفيت زوجته قبل 4 سنوات ولم تكن صحته جيدة. بسن 24 رأت أليسا فرصة مساعدة خالها كمحاولة في بداية جديدة. ما لم تخطط له هو الوقوع في حب جارها الشاب أوستن آلي. ما جذبها إلى أوستن هو أنه محبوب جداً ولطيف جدا، ويمكن أن يكون جذابا. وقعت أليسا في حبه، وسرعان ما اكتشفت أنها حامل. أصبحت عمة عندما كانت في 15، وذلك للمرة الأولى، لذا كان هناك أطفال دائما، وكانت تعرف أن هذا هو ما تريده. عندما عرفت أنها ستلد طفلا أصبحت سعيدة جدا. في 6 يونيو عام 2014 ولدت أليسا ابنتها أناستازيا. هي أمضت كل يوم تنعم بسعادتها التي هي ابنتها. كل ابتسامة، كل ضحكة، كل إنجاز، كل حدث مهم كان لابنتها. بعد 21 شهرا تحدد أن موت الأم وابنتها كان جريمة قتل. 10 مارس تم تكليف المحققين جي بي غرير وروبي آيسوم بكشف المسؤول عن هذا الرعب. يبدو أن هذا هنا منذ وقت، قد يكون ضررا قديما في الباب، لكن لا يبدو أن أحدهم ركل الباب، لا يبدو دخول عنوة بحسب رأيي أنا. ماذا يعني ذلك عن مقتل أليسا وآنا؟ لم أعتقد أنه غريب، لقد شعرت أنه شخص كانت تعرفه، أنه شخص تثق به من رؤية مكان الجريمة. كانت هناك رائحة مبيض قوية لاحظناها على الفور بعد أن عبرنا منطقة المطبخ إلى غرفة المعيشة. هذا يقترح أن القاتل أخذ وقته لتنظيف المكان قبل المغادرة. هذا يفسر المبيض.
كان هناك ما يبدو أنه عبوة مبيض أو رذاذ فارغة على الأرض. يمكنك أن ترى أنه تم استعمال المبيض. كان هناك مبيض على بعض الملابس. الخامس عصراً بعد كشفهما على ساحة الجريمة والتغطية المحتملة، عاد غرير وآيسوم إلى مركز الشرطة حيث كانت تنتظرهما ستيسي والدة أليسا. سيدة لودي، أنا المحقق غرير وهذا المحقق آيسوم. نحن آسفان لخسارتك. لدي حفيدة أكبر من ذلك بقليل، لكن ليس كثيرا، لذا كل ما تفكر فيه هو ماذا إن كانت حفيدتي. هل يمكنك أن تخبريني عن وقت وصولك إلى جيلاكس؟ البارحة. أتفهمك، خذي وقتك. نأمل أن تتمكني من مساعدتنا على معرفة من فعل ذلك. آلي لم يكن لديها أعداء، تعلمون، لا أحد كامل، لكنها كانت لطيفة ورقيقة ولم تتواجه مع الناس وحاولت أن تساعدهم. ماذا عن والد الطفلة؟ هل تحدثي معه؟ إنه في السجن. أنت واثقة؟ أجل، انتهك إطلاق سراحه المشروط. كانت واقعة في حب أوستن، لم تخنه، لم تقابل آخرين، كانت لديها صديقات ولديهن أولاد وكنا يستمتعن في المجتمع، طبعا الأمهات وأطفالهن، لكن لم يكن هناك رجال. جيلاكس الليلة في حداد بينما تبحث الشرطة عن قاتل الأم وطفلتها ذات 21 شهرا البارحة. يمكنني أن أتخيل قتل أحدهم، لكن قتل طفل؟ لا. الآن لدى العائلات رسالة. أرجوكم من أجل آلي وآنا، أرجوكم. إن عرفتم شيئا تكلموا، لا تفاصيل تعد صغيرة، لأنه إن كان أحدهم قادرا على قتلهما لا نعرف ما قد يفعله أو تفعله أو يفعلونه. الشيطان كان يتجول حرا في المدينة. كانت هناك شخصية شريرة والناس لا يشعرون بالأمان. أثر ذلك على عيشهم وعلى طريقة نظر الناس إلينا. جيلاكس فيرجينيا هي بلدة تصنيع صغيرة معروفة أيضا بجمال طبيعتها وموسيقى الأبلاش القديمة. نحن نستضيف أكبر وأقدم مؤتمرات عازفي الكمان في العالم، وهذا مستمر منذ 80 سنة. على مر السنين عاشت جيلاكس لحظات سعيدة وحزينة بقدر جبال بلو ريدج المحيطة بها، لكن لا أحد من 7,000 ساكن مستعد للرعب الذي حصل في 10 مارس عام 2016. عثرت شرطة جيلاكس على أليسا كيني 28 عاما وابنتها أناستازيا ألي ذات 21 شهرا في منزلهما، الجيران في حالة صدمة. لا أرى في العالم ما الذي قد يدفع بأحدهم ليقوم بهكذا فعل. لم تسمي الشرطة أي مشتبه به، لكنهم يتابعون كل دليل ويستجوبون الشهود. مع خطيبها أوستن آلي في السجن وبدون أدلة أخرى، يركز المحققون على كل الحقائق التي لديهم. حاولنا معرفة الخط الزمني، أين كانت، من كان آخر شخص رآها، ومن كان هنا أيضا. نتحدث مع الجيران والذي بلغ عن هذا الأمر، وتبين أنه جار أليسا ريتشارد نوفسينجر. سيد نوفسينجر، شكرا على مقابلتنا. بالطبع، أليسا كانت صديقة. هل يمكنك أن تخبرنا عن الصباح قبل أن تتصل بالشرطة؟ حسنا، كنت مارا ورأيت قطتها في الخارج، وهذه قطة منزلية. أشار إلى أنه لم يرى السيدة وطفلتها وعندها شعر بالقلق. هل لاحظت شيئا غريبا في المنزل؟ لا، لم أنظر في الأرجاء. أتعرف؟ قال إنه ذهب إلى هناك غالبا وأمضى الوقت معها. لاعتقادهم أن القاتل ربما كان يعرف أليسا، طلب المحققون منه أن يقدم عينة من حمضه النووي. وافق على تقديم عينة من الحمض النووي وشعرة وقشط من أظافره. تاليا تحققت الشرطة من تقرير آخر عن نشاط مشبوه ورد صباح الجريمة. وردنا اتصال عند 11
و32 دقيقة من جار قال إنه هناك رجل يقرع بابها ويحمل حقيبة. بدا متعرقا ويبدو أن هذا أخافها، لذا اتصلت بالشرطة. علمنا أنه علينا التفتيش في الحي منزلا تلو الآخر، وحددنا مسافة لفعل ذلك. في الواقع عندما حققت الشرطة في الحي، أفاد عدد من الجيران بوقوع المواجهة ذاتها مع الرجل المتوتر الذي قرع بابهم. كيف كان شكله؟ لقد كان رجلاً أبيض، ملابسه داكنة مع حقيبة ظهر داكنة. هل تحدثت معه؟ لا، أنا أقفلت الستائر إلى أن رحل. هذا كل ما حصلنا عليه. لم يجب أحد منهم على الباب، لم يكونوا واثقين مما أراده أو ما الذي يحتاج إليه. هذا هو المجتمع المترابط، لا يفتحون الباب لأي أحد، لذا لم يتمكنوا من أن يعطونا وصفا دقيقا لشكله. كان دليلا لفت نظر الشرطة. مع إفادة الشاهد أن الشخص كان يضع حقيبة، كنا مهتمين جدا بمحتواها. اجتزنا حوالي 800 كيلومتر في كل اتجاه، نتحقق من حاويات النفايات، المكبات، خلف المباني وتحت السيارات. في هذا الوقت عمل المحققون على وضع صورة واضحة للضحية أليسا. لفعل ذلك التقوا بمايكل آلي، والد خطيب أليسا الذي يعيش في الجهة المقابلة من الشارع. مايك ساعد على إحضارها إلى هنا كي يتمكن من الاعتناء بها وبالطفلة أثناء سجن أوستن. هل كان لأليسا أصدقاء يزورونها؟ لا أعلم، كان يزورها الناس طوال الوقت. هذا أقلقني. تعلم قد تتورط في المشاكل إن فتحت باب منزلك لأي شخص. هل من أحد معين؟ صديق لأوستن يطمئن عليها؟ أجل، رأيت جيسي ونوا ديكسون يزورانها، لا أحد غيرهما. كان مسجونا مع ابني هناك، كانا صديقين، لكن لا أعرف ماذا حصل مع الشاب، أصبح غريبا. كانت أليسا تخاف من نوا بسبب تصرفاته، كان يقف ويحدق بها ولا ينطق بكلمة، تطلب منه ألا يأتي لكنه كان يأتي، أشياء مماثلة. هل كانت تتحدث مع أوستن بشأنه؟ لا أعلم، اسأله، فهو في سجن المقاطعة. هذه وجهتنا التالية. في أي تحقيق بجريمة قتل، الأقرب إلى الضحية هم المشتبه بهم الأوائل، وكونه في السجن لا يعني أن أوستن مستبعد. كان علينا أن ننظر في كل الاحتمالات. إن كان مسجوناً قد يكون طلب من أحدهم ارتكاب الجريمة، احتمال أنه كان غاضباً وأراد أيضاً من أحدهم أن يعالج هذه المشكلة. لا يبدو أن أحداً يعتقد أن أوستن غاضب من أليسا، وبالتأكيد ليس غاضباً لدرجة أن يعرض ابنته آنا للخطر، لكن هل يوجد شيء آخر لا يعرفونه؟ أنت هنا لانتهاك إطلاق سراح مشروط؟ أجل، حصل هذا لأنني لم أكن هناك. هل تعتقد أن هذا خطأك؟ لم أكن هناك لحماية عائلتي، أليس كذلك؟ تحميها من من؟ هل تمزحني؟ من أي كان الفاعل؟ سؤالي هو، هل كان يدين لأحدهم بكثير من المال؟ إن كان هذا سبباً وأحدهم انتقم منه لذلك. لا. ذكر والدك صديقاً يدعى نوا ديكسون، قال إنه كان يبقى في المنزل، قال لها ألا تتواجد معه وأنه قد يكون مجنوناً ولا تحتاجين إلى البقاء بقربه. أيمكن أن يكون الفاعل؟ أجل، ربما إنه مجنون. ماذا عن أليسا؟ هل لديها أعداء؟ ربما غلين لويس، ربما له علاقة بذلك. غلين لويس مطلوب من الشرطة، وصديقته السابقة سلمته للشرطة من أجل مكافأة مالية. من هنا جاء هذا، قد يكون انتقاما لأن آلي ساعدتها في ذلك. ما اسم صديقته السابقة، تلك التي رتبت كل شيء؟ أبيغيل هارس.
وفقا لأوستن هناك المزيد للقصة. أبيجيل لديها صديق جديد. اكتشفنا أنها ونوا كانا في علاقة، كانا يعيشان معا هنا في الشارع العام في شقة لبعض الوقت. المحققون لدي. شكرا. خرج. ومعرفة أن لويس أطلق سراحه من السجن تعطي مصداقية لنظرية الانتقام، لكنها ليست النظرية الوحيدة التي يلاحقها المحققون. لسكان جيلاكس فيرجينيا، منذ انتشار خبر مقتل أليسا وابنتها ذات 21 شهرا، سيطر شعور غير مألوف. كنت خائفة، لم أستطع النوم، وفي كل ليلة كنت أفكر، هو ماذا إن لم أستيقظ؟ ماذا لو حصل لي المثل؟ لا يحصل هذا أبداً في جيلاكس، هذا أخافني. خوف تشعر به الشرطة بقوة. علمنا أنه واجبنا أن نبقي المكان آمناً. لم يكن كذلك بينما هذا الوحش يتجول في الشوارع. مرت أيام عملنا بهذا من دون توقف، ليال كثيرة لم نستطع النوم. كنا مندفعين ومحبطين لنعثر على القاتل، فالأمر أكثر من مجرد وظيفة. نتائج المختبر. يومان بعد الجريمة، أخصائي الطب الشرعي أرين كراينر وصل مع نتائج التشريح الأولية لأليسا وآنا. النتائج كانت أن طريقة الموت هي جريمة قتل الضحيتين، وسبب موت أليسا هو الخنق برباط، وآنا قتلت اختناقا. يبدو أنهم عثروا على أثار جراح على مرفقي وركبتي الأنثى، وكأنها قاومت المعتدي. نحن محقون بشأن المبيض. لم ينجح عثر المختبر على حمض نووي غريب. تم استخدام حبل المكنسة الكهربائية لخنق الأم، وجزء من دليل الحمض النووي أخذ من حبل المكنسة الكهربائية. أرسل الطبيب الشرعي الحمض النووي لمختبر الجريمة الحكومي. التطابق قد يحدد المشتبه به، لكن هذا سيتطلب عدة أسابيع. أبقنا على اطلاع. في هذا الوقت قررت الشرطة زيارة صديقة أليسا أبيجيل هاريس، التي أيضاً على صلة بشخصين محط اهتمام، نوا ديكسون وغلين لويس. آسفة بشأن الفوضى، كان ذهني مشغولاً. لقد كنت هناك. أين؟ في المنزل أو خلفه قرب الجدول. شرحت أبيجيل لي أنها جاءت ذلك الصباح لتحاول استئجار أحد الأكواخ لحفل عيد مولد ابنها، وعندما حضرت رأت كل الناس هناك. هل رأيت شيئا مشبوها أثناء تواجدك هناك؟ رجل. صفيه لي. وصفت أبيجيل الرجل ذاته مع حقيبة الظهر الذي رأوه آخرون. ويمر مجرى النهر خلف مكاني الجريمة، قد يكون أحدهم جاء من المسار. من الصعب جدا تحديد رجل أبيض متعرق ويرتدي ملابس سوداء. فلنتحدث قليلا عن غلين لويس. وما علاقة غلين بالأمر؟ سلمته للسلطات في كارولينا الشمالية، أنت وأليسا؟ لقد واجهت مشاكل منزلية كثيرة معه. أتعرفين أين هو؟ لا. متى آخر مرة رأيت فيها نوا؟ هل يعيش هنا؟ لا، ليس بعد الآن. إنه الشخص الذي يجب أن تتحدث معه. لقد كان يلاحق أليسا. أوستن خطيب أليسا كان في السجن، وأثناء ذلك كان يحاول أن يتقرب منها. تدعي أبيجيل أن الوضع ساء لدرجة اضطرت أليسا أن تتصل بأخيه جيسي. جاء جيسي ليخرج نوا من المنزل لأنه كان يفقد السيطرة ويصعب التعامل معه أيضا، ولم ترده هناك. كانت تتجنبه، وبنظره وكلماته إن لم أحصل عليك لن يحصل عليك أحد. الأشياء التي قيلت عنه جعلته بالفعل
تطرده هناك. كانت تتجنبه وبنظره وكلماته: إن لم أحصل عليك لن يحصل عليك أحد. الأشياء التي قيلت عنه جعلته بالفعل مشتبها به جيدا. ووفقا لأبيغيل من الممكن أن يجدوه في منزل أخيه. ذهبت إلى شقته لأرى ما يمكنني العثور عليه، وتحدثت مع صديقته وأخيه اللذين كانا هناك. أتعرف متى قد يعود؟ ليس تماما، يرحل هكذا أحيانا ليوم أو يومين وأحيانا أكثر. أكد المحققون من الجيسي على قصة اضطراره أحيانا إلى جلب نوا من منزل أليسا. اسمع، قد يكون نوا مجنونا، لكنه لا يمكن أن يؤذيها أبدا. أراد أن يصدق أن أخيه لن يفعل شيئا كهذا، لكن في الوقت عينه رأى نوا يصبح عنيفا من قبل. إن رأيتما نوا أعلمه أننا نبحث عنه. كي تلقي القبض عليه؟ سنتحدث معه وحسب، الباقي متروك لنوا. هل هذا مبيض؟ أجل. قالت إنهم واجهوا مشكلة مع بق الفراش ورش المبيض، وهذا يبعد الحشرات أو يقتلها. كانت فكرة نوا ونجحت. لفتني ذلك وذكرني برائحة المبيض القوية في منزل أليسا. للأسف وفقا لأخيه وبعض زملائه، يبدو أن نوا اختفى من دون أي أثر. حسنا، إن رأيته أعلمنا. برأيي بنسبة 95% أن نوا هو الفاعل. لكن الشرطة تعلم إلى أن تصبح واثقة بنسبة 100% لإلقاء القبض عليه، ما زال قاتل يتجول في شوارع جيلاكس، وإن كانوا على المسار الخطأ قد ينالوا فرصة النجاة بفعلته. كانت هناك تكهنات كثيرة حول من يكون الفاعل، تطير الشائعات هنا وهناك، وأنا مع فكرتي أن أكون صبورا وأنتظر الشرطة لتقوم بعملها. صعب جدا كأب أن أرى عملا شنيعا كهذا بحق طفل. يبقى ذلك في ذهنك، يجب حقا أن ألقي القبض على الفاعل وسجنه ليتمكن الجميع من النوم. رئيس الشرطة كان مذهلا، كان رائعا. إن اتصلت كان يجيب على جواله، كنت أقول آسفة لإزعاجك ويجيب لن تزعجيني أبدا. كان لدي فريق من 4 أشخاص يعملون، وهذا فريق كامل وثلاثة محققين. المحققون الثلاثة منهمكون بهذه القضية. 4 أيام بعد الجريمتين تقيم كنيسة فون غوين في جيلاكس خدمة تذكارية لأصدقاء أليسا وعائلتها. كل من تواصلت معه في حياتها أراد أن يأتي ويقدم التعازي. كانت أوقاتا صعبة، والمأساة وحدها أثرت بالكثيرين. كانت خدمة مميزة جدا، وكنت مسرورة أن الحضور كان كثيفا لوداعهما. شعرت أنهما تستحقانه. المحقق غرير من بين الحضور. سيد ديكسون. أجل، أنا المحقق غرير، هل تأتي معي من فضلك؟ سعيا للعدالة لأليسا وابنتها آنا، شعر المحققون بالارتياح لأنهم عثروا على المشتبه به الأول نوا ديكسون. أين كنت يا نوا؟ كنا نبحث عنك. في الأرجاء كما تعرف. أخشى أنني لا أعرف، يجب أن تساعدني. نوا عندما قابلته للمرة الأولى كان من نوع الأشخاص الذين لا يمكنهم الجلوس في كرسي. كنت أحاول أن أطلب منه الجلوس طيلة الوقت، ومرة حاول الوقوف ودخول غرفة أخرى. لما لا تجلس؟ أخبرني عنك وعن أليسا. كانت صديقة لا أكثر.
كيف حصل أنها اتصلت بأخيك ليأتي ويخرجك من منزلها؟ من أخبرك بذلك؟ كان لديه جانب مظلم حقا، يشعرك بالتوتر حتى بالحديث معه، لذا أرى لماذا كانت خائفة منه. أين كنت في صباح العاشر من مارس؟ مع كارل. حجة غيابه أنه رحل من شقة جيسي وبقي لدى صديقه. أريدك أن تعطيني عنوان كارل كي أتحقق من الأمر. بالطبع، من الصعب استجواب أحدهم إن لم يكن بوسعك أن تبقيه جالسا حتى لا تعرف إن كان يخبرك الحقيقة أم لا. بعد الإجابة عن مجموعة أسئلة وأخذ عينة من حمض نوى النووي، لا خيار للشرطة سوى إطلاق سراحه. اتجه غرير إلى عنوان كارل صديق نوى للتحقق من حجة غيابه. يقول نوى إنه كان معك طيلة صباح يوم الجريمة. أجل، على ما أعتقد. على ما تعتقد؟ لا، أعني بالتأكيد كان هنا، أنا واثق. أيهما كارل، هل كان هنا أم لا؟ تحدثنا مع ذلك الصديق ولم تتأكد حجة غيابه، لأن صديقه خلد للنوم، حاول أن يغطي عليه، لكنه لا يعلم أين كان نوى. في الواقع هو لا يعلم إن كان هنا أو خرج. من دون حجة غياب يبقى نوى مشتبها به رئيسياً. الحمض النووي سيثبت ذلك. هذا يتطلب وقتا طويلا، وكانت هناك نقطة أننا تعبنا من الانتظار. في هذه الأثناء بدأت الشرطة تتابع كل دليل جديد يريدها. كنا نتلقى المعلومات من الجميع، من وسائل التواصل ومن صفحتنا على فيسبوك، وكان الجميع يتصل. يجب أن تتحقق من الجميع، وأي معلومة أو خبر يريدك يجب أن تتحقق منه ومتابعته للنهاية. سندرس المعلومات، وأشخاص سنسألهم، وشهود وآخرون قد يخبروننا بأشياء. عملنا طويلا. لا تتوقف، لا تستسلم، تقود بأقصى سرعة. شعرت أننا يمكننا حلها، احتجنا فقط إلى تلك القطعة الواحدة. هناك شيء ما وسيأتي إلينا ويجب أن نلاحقه أيضا. 6 أسابيع من العمل الشاق أتت بثمارها عندما تلقى المحققون اتصالا مفاجئا من صوت معروف جدا. 25 مارس، 7:30 مساء. غرير، مرحبا أبيغيل. أخبرت أبيغيل المحققة أنها تلقت مكالمة غريبة من جيسي أخي نوى. ماذا قال لك؟ تحدث عن نوى، يقول أنكم تلاحقون الشخص الخطأ. حقا؟ لقد اتصل بأبيغيل وقال إننا نحاول لصق تهمتي بنوى. يقول عليكم التحدث مع ريكي. من هو ريكي؟ لم يقل لي. هل تعرفين من هو ريكي؟ أعتقد ذلك. الخامس والعشرون من أبريل، بعد 6 أسابيع من جريمة القتل المزدوجة بحق أليسا وابنتها آنا، سكان بلدة جايلاكس ما زالوا يعيشون في حالة خوف. وهناك طريقة واحدة لتغيير ذلك، جلب القاتل للعدالة. أفضل فرصة للقيام بذلك موجودة في معلومات جديدة تقدمت بها أبيغيل صديقة أليسا. قلت على الهاتف إنك قد تعرفين من هو ريكي، هل يمكنك أن تخبرينا؟ بعدما أخبرني به جيسي عنه أدركت أنه قد يكون الشخص الذي رأيته قرب النهر. وهل تعرفين اسم عائلته؟ لا. مع اسمه الأول فقط راجع المحققون ملاحظاتهم. أجرينا استجوابات كثيرة مع عدد مختلف من الناس. ماذا إن كان ريكي هو ريتشارد؟ ريتشارد؟ ريتشارد نوفسينجر، الرجل الذي اكتشف الضحيتين. والأمر أيضا أنه لديك كل هذا،
مهما كان الدليل صغيراً، يجب أن تتابع كل شيء. توجه المحققان إلى العنوان الذي أعطاهم إياه نوفسينجر. مرحباً. نحن نبحث عن ريتشارد نوفسينجر. لم يعش هنا منذ شهر. لديك فكرة أين هو؟ لم يكن هناك، لكننا عرفنا أنه يتنقل، وعرفنا بالأماكن التي ذهب إليها. للأسف نوفسينجر ليس في أي منها، لذا أحضر صديقه جيسي لاستجوابه مجددا. لما لا تخبرني عن ريكي؟ أنت تتحدث عن ريتشارد نوفسينجر. أجل، لماذا تعتقد أنه على علاقة بجريمة قتل أليسا؟ أعرف وحسب. شعر أننا نحقق بشأن أخيه كثيرا، ولم نحقق بأمر ريتشارد، لكن جيسي هو نفسه على اتصال بريتشارد أيضا، يشتري الحبوب منه. المحققون أدرى من أن يصدقوا كل ما يقوله جيسي. علمنا استنادا إلى خبرتنا السابقة مع عائلة نوا أنهم قد يكذبون لإبقائه بعيدا عن المشاكل. أخبر المحققون جيسي أنه إن أراد تبرئة أخيه عليه أن يقنعه بأن يأتي للخضوع لاختبار كذب. كل الاحتمالات واردة عند تلك النقطة، لكن عندما ظهر نوا لم تسر الأمور كما خططنا لها. سألته إن كانت له علاقة في جريمتي القتل، وفي لحظة قال لا، لكن أجل، إن كنت تريد أن أقول أجل لقد فعلت. سأخبرك بأمر، اخضع لاختبار الكذب ونمضي قدما، ما رأيك؟ لا يهم يا رجل. لا أستطيع، لم أستطع إبقائه في الكرسي لاختبار الكذب. اهدأ اهدأ، استرخي. لقد قررنا عندها أن نتراجع وألا نتعامل معه بينما لا يزال مستعدا للتحدث معنا، لنرى ماذا سيرد من المختبر. بعد شهرين من جريمتي القتل، لحسن الحظ لن يكون الانتظار طويلا. شرطة جيلاكس، معكم الرئيس كلارك. رن هاتفي عند 4:31 من بعد الظهر. كان المختبر في ريتشموند وأخبرني أنه حدد أن ريتشارد نوفسينجر هو مصدر الحمض النووي. بعد شهرين تمت تبرئة نوا وجيسي ديكسن. كل ما على الشرطة فعله هو العثور على نوفسينجر وجلبه. لم يتطلب الناس وقتا طويلا لإيصال الخبر إليه أننا نبحث عنه، لكن ليس كل أحد يريد أن يراه ينجو بفعلته. 8:30 هنا الشرطة. ماذا؟ مهلا. عندما ورد الاتصال إلى المرسل، أحد الموظفين التفت إلي وقال هناك متصل لديه معلومات، قال إن ريكي في هذا المكان يتجهز للرحيل، هو في سيارة. أرني يديك، أرني يديك، تراجع تراجع واستدر، يداك خلف رأسك. كان شعورا جيدا أن نعرف أننا ألقينا القبض عليه، ولدينا ما نحتاج إليه لنثبت أنه الفاعل. لعائلة الضحيتين خبر اعتقاله تسبب برد فعل مختلف. أنا كنت مدمرة عندما ألقي القبض عليه، ولم أفهم رد الفعل ذلك، لكنني بكيت من دون توقف، لأنني أدركت أنهما ماتتا وألقي القبض عليه وانتهى الأمر. إن وضعت يدي على هذا الرجل لما أجروا محاكمة أبدا، لما كانوا وجدوا قطعة منه. مع نوفسينجر في الحجز، حصلت الشرطة على مذكرة لتفتيش ممتلكاته، وفي البحث في بطاقات ذاكرة كاميراته الرقمية كشفت رواية مخيفة أكثر مما تصوروا. عثرت
على ملفات تم مسحها حديثا. في ذلك الوقت عثرت على صور لأطفال كان نوفسينجر استغلهم جنسيا، لذا هذا قادنا إلى تحقيقات إضافية. علم المحققون أنه قبل مجيئهم إلى جيلاكس كان لدى نوفسينجر تاريخ في مصادقة أمهات يافعات من أجل متعته المريضة. كان لطيفا مع النساء اللواتي لديهن رضيعات لينال فرصة البقاء وحده، وذلك مع رضيعاتهن. لقد اعتنى بهن وكان يقدم المساعدة بالحضانة، وكان مستعدا لفعل أي شيء لطفلتهن، لكن هناك سببا لذلك. عندما بدأت هذه الأخبار المريعة والمقلقة بالظهور للعلن، تذكرت أنني كنت خجرة وغاضبة وحانقة، لكن لم أتمكن من التحدث بذلك. الأمر هو، أعني أن هناك حقا أشخاص مريضون في هذا العالم، ونحن كلنا نعيش في فقاعة وقائية حيث نفكر أنه يوجد أشخاص مريضون في العالم، لكن الاحتمالات أن لا شيء سيء هكذا سيحصل لنا أو لشخص قريب أو لفرد من العائلة منا، وأننا نملك كل شيء وأننا محميون. إذن كيف أدى ماضي نوفسينجر المسيء إلى قتل أليسا وابنتها الصغيرة؟ رفض نوفسينجر التحدث إلى الشرطة، لكن تمكنت الشرطة من طرح ما هو السيناريو المحتمل. مثل نساء كثيرات استهدفهن نوفسينجر، لم تملك أليسا أي فكرة أنه مفترس خطير. برأيي أنه كان هناك عندما حاولت الدفاع عن ابنتها، وهكذا فقد صوابه وقتلها. آلي وأناستازيا لم تنجوا، لكنهم أوقفوا هذا الرجل الذي تسبب بإيذاء فتيات كثيرات وأوقفوه. إذن يجب أن تذكرا بأنهما بطلتان حقا. في أكتوبر عام 2017 أقر نوفسينجر بذنبه في جريمتي القتل من الدرجة الأولى بحق أليسا وأناستازيا آلي. أذكر أنني نظرت إليه وقد لا يمكنني أن أصف شعوري، لم يكن بوسع التنفس أو التحرك. نظرت إليه وقلت: هل أنت تشعر بالندم؟ وكان ينظر إلي، فأضفت: يمكنك الإجابة. لا يمكنه ذلك، لا يفترض به ذلك، لكنني قلت: يمكنك الإجابة. فقال: أنا نادم على ما حصل ذلك النهار. أنا شاكرة أن ريتشارد نوفسينجر اعتذر لي، بقدر ما يبدو هذا جنونيا. بسبب صفقة الالتماس أعفي نوفسينجر من الإعدام وحكم عليه بالسجن المؤبد لحياتين. كنت غاضبا، أردته ميتا، ومعظم هذا أوهام. نفعل هذا عندما نكون غاضبين، نتخيل ما قد نفعله. ماذا قد أفعل إن وضعت يدي على هذا الرجل؟ لا أعرف. أنا شاكرة لأننا أعفينا من المحاكمة، وأنا شاكرة أنه في السجن حيث يجب أن يكون. غني أحرف الأبجدية. تذكر الرابط القوي بين الأم وابنتها سمح لعائلة أليسا وآنا أن تجد طريقة للمضي قدما. الحب بينهما لا يمكن أن يكون أكثر نقاء. تنظر إلى الصور وآنا تنظر إليها وتعشق أمها. كل ما سأفعله في حياتي الآن هو أنني سأكرم ذكرى ابنتي وحفيدتي لأنهما ليستا هنا، وسأعيش لأجلهما.